أكد سعادة المستشار راشد محمد بو نجم الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس حريصة كل الحرص على تجويد آليات الدعم والمساندة التي تقدمها لأصحاب السعادة النواب واستثمار مختلف الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها منتسبو الأمانة العامة بما يساعد السادة النواب في أداء دورهم الوطني الرقابي والتشريعي. وأشار الأمين العام خلال توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى ضرورة دعم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني بما سيحقق منظومة تشريعية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها من طرف المعهد سعادة المستشار وائل رشيد بو علاوي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، تأتي من منطلق حرص الأمانة العامة والمعهد على تعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب وتبادل المعلومات. من جانبه رحب سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس ومعهد الدراسات القضائية والقانونية مؤكدا أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملية. تم اليوم بحمد الله توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب متمثلا في الأمانة العامة والمعهد القضائي عن طريق مركز الدراسات والتدريب البرلماني في الأمانة العامة. إن شاء الله راح يكون تنفيذ هذه المذكرة بين المعهد ومركز التدريب من خلال تنفيذ كثير من إن شاء الله الدورات التدريبية سواء الخاصة بأصحاب سعادة النواب أو الموظفين موظفي الأمانة، وإن شاء الله راح نحصل إن شاء الله المردود الإيجابي الكبير من وراء هذه الاتفاقية. نحتفل اليوم يعني مراسم توقيع اتفاق تعاون بين مجلس النواب والمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والحقيقة هذا التوقيع لهذه الاتفاقية ليست افتتاحية للتعاون ولكنها تأكيد وتوثيق للتعاون القائم بين المعهد ومجلس النواب، وهو يعني تعاون وثيق مرد وحدة الأهداف اللي بتجمع كل من المجلس والمعهد اللي بيسعى في النهاية إلى تطوير العمل القانوني والقضائي في مملكة البحرين في مختلف الأصعدة.